اديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه، لا لا مش زعلانه وكئيبه، مش ماسكه صورته وبتقهر زي العبيطه، ولا ماشيه وبخبط دماغي في كل حيطه، ما بردش علي يقول لي كلمه كانت بسيطه، بعدك مش متصنف مصيبه، اسلوب كلامي طبيعي حي حيرشي